فلأنت أسفى من سفاسف نجوة، ولك المكانة بين تلك الأنجم، ولأنت أكبر من غواية حاسد يرميك في نزق فيدميك الرمي. فتفطني للمكر كي لا تقرعي في الناس كالكسع سنة الندم، وتسلمي عرش العفاف فإنه به تحلو الحياة وتسلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان فرصة فاغتنمها. رسالة اليوم إليك أنت أخيتي، أنت التي لازلت لم تتذوقي طعم الستر والعفاف والطهر. رمضان فرصة لترتدي الحجاب، رمضان فرصة للتخلص من السفور والتبرج. اسمعي أخيتي ماذا قال عطاء بن أبي رباح. قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فقال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: تلك المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. فقالت: بل الجنة. فاختارت الجنة ثم سكتت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله، قالت: أصبر على البلاء، أصبر على الصرع، لكن في الصرع أنا أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، أما الصرع فاختارت الجنة والصبر على ذلك، ولكن أما أن أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وآله. اسمعي إلى هذه القصة واجعلي أخيتي من هذه القصة منهاجا لك في الحياة، حتى وهي في غير وعيها، حتى وهي في الصرع قالت: لا أريد أن أتكشف. تطلب الستر في غياب العقل، تطلب الستر في المرض، والمرض حرج ولا حرج على المريض، ولكن تطلب الستر حتى في المرض. أخيتي رمضان فرصة، سارعي، بادري، اهرعي، فري إلى الله، فري بحجابك، بطهرك، بسترك، بعفافك. رمضان فرصة فاغتنميها في ارتداء الحجاب. اسمعي ماذا قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قالت: رحم الله نساء المهاجرات، لما نزلت الآية سارعنا، شققنا مروطهن فاختمرنا بها. اسمعي إلى السرعة في الاستجابة، كيف استجبنا لنداء الرحمن سبحانه وتعالى دون تردد. فسارعي أخيتي رمضان فرصة فاغتنميها من أجل ارتداء الحجاب.